ما هي أعداد المتضررين نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق عدة في الشمال السوري؟ وما هو أصلا عدد السكان في هذه المناطق؟ ومن هي المؤسسة الرسمية المعنية بإصدار هذه الأرقام؟ وما علاقة وجودها بتحسين الواقع هذه المناطق؟ ونقاط أخرى هي محور نقاشنا في الحلقة الثالثة من برنامج المجتمع والمؤسسات موطني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلنا في المناطق المحررة وحول العالم وفي كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المجتمع والمؤسسات موطني. في البداية نعزي الشعب السوري والشعب التركي نتيجة المصاب الجلل الذي ألم بنا بما أحدثه الزلزال المدمر. 2274 أم 4387 هو أعداد ضحايا الزلزال في الشمال المحرر. وما الذي يعيق إطلاق مؤسسة وطنية تعنى بالإحصاء؟ وما هي الموارد والوسائل المتاحة لإطلاق هذه المؤسسة؟ مع ضيوف هذه الحلقة المهندس علاء الدين جابري رئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي في الحكومة السورية المؤقتة. أهلا وسهلا بك أستاذ علاء. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. كما نرحب بالمهندس قاسم شوبك مدير وحدة المعلومات في وحدة تنسيق الدعم. أهلا وسهلا بكم أستاذ قاسم. أهلا وسهلا أستاذ علي، حياكم الله. قبل البداية دعونا وإياكم أعزائي المشاهدين نذهب لمشاهدة الاستطلاع التالي. في الحقيقة يعني حادثة الزلزال الأخيرة وهذه الكارثة، أسأل الله عز وجل يعني أن يرحم الشهداء وأن يعافي الجرحى، يعني أثبتت وأظهرت للناس ضعف وخلل كبير جدا موجود في مناطقنا، بالذات في مناطق الشمال المحرر اللي هي الأصل فيها أنه هي مناطق عمل الحكومة المؤقتة. في الأصل المنظمات تعتمد على إحصائيات المجالس المحلية، وهذه المجالس المحلية لا يوجد جهة مرجعية تعطيك إحصاء لكل المنطقة. يعني الآن شاهدتم في الفترة الأخيرة الخلل الحاصل، الدفاع المدني بيعطي معلومات عن الضحايا مختلفة عن معلومات جهات أخرى، كل جهة عم تعطي رقم مختلف سواء على عدد الضحايا سواء عدد البيوت المهدمة سواء عدد المصابين. هذا الأمر سبب إرباك كبير جدا لعمل المنظمات. هلأ ربما في منطقة إدلب الوضع أفضل حالا بكثير لوجود جهة مركزية تعطيك معلومة مركزية جمعتها من كل الناشطين الفاعلين عندها سواء المنظمات أو حتى الأفراد ناشطين، جمعت كل المعلومات بشكل دقيق ومركز. الله يكرمك، هذا برأيك غياب جهة مرجعية في موضوع الإحصاء كيف ينعكس على الاستجابة سواء الآن في موضوع الزلزال أو بباقي احتياجات اللي بنعرف فيها احتياجات كبيرة في المناطق المحررة؟ بالتأكيد غياب المرجعية الإحصائية يعني كل المنظمات ستتأثر به. أنا الآن مثلا لو كمنظمة أتواصل مع جهة مانحة أو داعمة سأعطي مثلا رقم معين وصلني من إحدى الجهات عن عدد المصابين، نفس الجهة عندما ستقوم بعملية التحقق ربما تتواصل مع جهة أخرى تعطيها رقم آخر، هذا الأمر سيسبب إرباك لعملي، قد تكون الاستجابة أقل من اللازم أو أكثر، ربما يصير هذا الأمر شكوك الجهات المانحة تجاهنا، وفي النهاية سينظرون أننا يعني نعمل بعيدا عن الاحترافية وبعيدا عن المهنية. طبعا لا يخفى على أحد أهمية وجود معلومات وخصوصا دقيقة يتم من خلال تقديم دراسات المشاريع سواء في المجال الحوكمي أو مجال المجتمع المدني. نحاول نحصل على المعلومات سواء من خلال البحث الميداني أو من خلال علاقاتنا مع المنظمات الأخرى بحيث هي دفزت مشاريع في مجالات معينة ممكن احنا نستفيد من البيانات الموجودة عندها لنبني عليها تصوراتنا أو خططنا أو حتى مشاريعنا اللي عم ننفذها. يعني بالعموم ما في مؤسسة مرجعية بتعتمدوا إحصائياتها ومعلوماتها في المناطق المحررة؟ للأسف ما موجودة هي المؤسسة، وغياب هيك مؤسسات وغياب أعداد دقيقة وصادرة عن جهات رسمية أمر مهم كتير، وعدم وجوده بيشكل لنا إرباك كبير بدراسة الاحتياجات. كتير من المشاريع احنا بنعد دراستها ولكن على معلومات غير دقيقة لعدم وجود جهات رسمية بتصدر المعلومات، بالتالي غالبا تكون دراساتنا غير دقيقة للمشاريع، ونتفاجأ عند التنفيذ انه كان لازم يكون في معلومات أدق حتى يكون مشاريعنا أدق. تماما، انا بنطاق عملكم كحوكمه ايش انعكاس غياب هي المؤسسه على اعمالكم ومشاريعكم؟
أنا مثل ما ذكرت إنه نجد صعوبة بإعداد دراسة حقيقية للمجال اللي بنقوم فيه، المشروع اللي بدنا ننفذه لغياب المعلومات. بنفس الوقت مثل عم ننفذ المشاريع بنتفاجأ إنه كان لازم نعطي وقت أطول للحصول على هالمعلومات. لو كان في جهات بتصدر المعلومات هي بتخفف عنا وقت أطول، بتخفف عنا صرف موارد على البحث الميداني وحصول المعلومات. فوجود هيك مؤسسات أمر مهم كثير بعملنا، وبتوقع بعمل معظم المؤسسات المجتمع المدني عم تعمل بالشمال. عم نواجه صعوبة كبيرة بهالموضوع هذا، يعني نحن قدمنا استجابة طارئة بهالكارثة هي، لكن للأسف ما في بين إيدينا أي معلومات ولا أي معطيات، فلذلك الأمر صعب جدا علينا. الأمر عبارة عن جهود ذاتية من قبل المهندسين المتطوعين في النقابة بإدارة مجلس الفرع، لكن بصراحة الأمر فائق صعوبة جدا، وعم نواجه تحديات كبيرة أمامنا. السبب ما في وجود جهة مرجعية رسمية نستند عليها في البيانات والإحصائيات، لذلك العمل عم بيصير يعني ما نقول عشوائي، لكن أمر متعب جدا، وتنظيمه يحتاج لتضافر جهود كل الجهات بصراحة، مو بس النقابة. طيب الآن في استجابة طارئة، ولاحقا راح يكون في عندكم تدخل في موضوع المباني وقصص كثيرة. هذا الشيء شو ممكن ينعكس غياب هذه المؤسسة كتحديات عليكم في عملكم؟ بصراحة نحن بظل غياب جهة فاعلة حكومية عم نحاول نحن ننسق مع الجهات الأخرى لتدارك الموقف، مثلا المجالس المحلية عم نحاول ننسق معها، الدفاع المدني ممكن كمان يتم التنسيق معه. هذا الأمر عم بيشكل صعوبة كبيرة، لو يكون الأمر متاح ومنظم. هلا تركيا الزلزال ضربها مثل ما ضرب شمال سوريا، لكن بسبب وجود هيئة مختصة للكوارث حسنوا يدخلوا بعمليات الإنقاذ مباشرة، ما احتاجوا هالتأخير هذا وهالبطء الأعمال. فظل غياب هالجهة هي راح الأمر يشكل عائق أمامنا، هو تأخر عمليات الاستجابة. سمعنا الاستطلاع اللي اجراه فريق البرنامج، شو تعليقكم على هذا الاستطلاع؟ نعم، شكرا استاذ علي. تفضل استاذ قاسم. بدايه الرحمه للشهداء والشفاء للجرحى والعزاء والسلوان لاهلنا في سوريا وتركيا. قامت وحده تنسيق الدعم صراحه منذ اول يوم من الكارثه، قامت وحده تنسيق الدعم من خلال الشبكه الميدانيه بعمل جمع للبيانات عن آثار والدمار الذي خلفته هذه الكارثة. قمنا بإحصاء عن عدد الضحايا وعدد الجرحى والأبنية المدمرة كليا وجزئيا بشكل أساسي، بالإضافة إلى معلومات أخرى عن الاحتياج وعن العوائق التي تمنع دخول المساعدات. حتى الآن، حتى تاريخ البارحة، كان عدد الضحايا حوالي 4327 ضحية، عدد الجرحى وصل إلى 7910، أما الأبنية المدمرة كلياً هي حوالي 1700 بناء مدمر كلياً، أما الأبنية المدمرة جزئياً هي حوالي 7200 بناء مدمر بشكل جزئي وربما غير صالح للسكن. الاختلاف صراحة والتناقض بين الأرقام والإحصائيات وارد في هذا الظرف الاستثنائي. لو قلنا الدفاع المدني لهم جزير الشكر والتقدير في إنقاذ الأرواح وانتشال الجثث، الدفاع المدني هو مصدر موثوق، لكن في ظل هذه الكارثة المفاجئة والكبيرة لم يكن للدفاع المدني فرصة أو قدرة على إتمام عمليات الإحصاء، لأن هناك عدة حالات يتم انتشال الجثث مباشرة ونقلها إما بسيارات الإسعاف أو بسيارات خاصة. فهنا فقد الدفاع المدني القدرة على الإلمام بأعداد الكاملة للجرحى والضحايا. من خلال فريق وحدة تنسيق الدعم لدينا شبكة واسعة في المشافي وفي على مستوى التجمع السكني أو ما يسمى الكوميونتي، فقمنا بعمل الإحصاء يوم بيوم، وقمنا على تصحيح وتدارك المعلومات يوما بيوم، ونحاول قدر الإمكان منع التكرار أو ما يسمى الدوبليكيشن. فأعطيك مثال عن العوائق التي تسبب هذا التكرار. هناك عدة حالات يتم إحالة المريض الذي هو بحالة خطرة من مكان، خلينا نقول المكان المدمر أو البناء المدمر، إلى مشفى بناحية أخرى أو منطقة أخرى حتى، فهذا عائق من العوائق الكبيرة. أيضا هناك الوفيات القادمة من تركيا، في كثير من الأحيان بعض الجهات تسجلها على التجمع السكني الذي تقدم إليه هذه الوفيات. الحين
هناك مصادر أخرى يمكن الاعتماد عليها في عد الوفيات القادمة من تركيا وهي المعابر. فهنا الصعوبات هذه صراحة تسبب نوع من التحدي أمام وحدة تنسيق الدعم وأمام الجهات الأخرى التي تقوم بالجمع. نتواصل حاليا مع الـ HIS أو ما يسمى نظام المعلومات الصحي، نتواصل مع الدفاع المدني، نتواصل مع الفاعلين على الأرض، مع المنظمات من أجل جمع المعلومات والتأكد منها. بدأنا منذ يومين خطة من أجل جمع المعلومات بشكل تفصيلي، يعني مستوى الاسم والكنية والعمر والجنس. إن شاء الله في غضون 5 أيام سنحاول جاهدين الحصول على معلومات دقيقة عن الوفيات وعن الضحايا. أستاذ قاسم، قبل ما أنتقل للأستاذ علاء، حقيقة يعني المشكلة التضارب الأرقام هي ما فقط بالاستجابة للكارثة حاليا. مثل ما بتعرف أرقام عدد السكان في المناطق المحررة حسب منصة الأوتشا التابعة للأمم المتحدة هي 4.6 مليون، أتوقع حسب وحدة تنسيق الدعم أكثر من 5.5 مليون. بشكل عام يعني بدنا نوضح للمشاهد، للمؤسسات، للمتابعين، ما هو أسباب تضارب المعلومات بين الجهات الفاعلة في موضوع الإحصاء؟ شكرا على هذه النقطة الهامة صراحة. التعداد السكاني هو من أكبر العوائق في الاستجابة الإنسانية في مختلف القطاعات، كون التعداد السكاني يشكل العامل الأساسي في تحديد الاحتياجات للشعب السوري. السبب الرئيسي صراحة في هذا الاختلاف هو عدم القدرة على الوصول يعني منزل إلى منزل. لا نستطيع حاليا في ظل الإمكانات الضئيلة الوصول إلى المنازل وعد السكان في شح الدعم، وفي ظل الاحتياج الكبير وفي ظل تدهور البنى التحتية وتدهور الأنظمة. فيقوم حاليا الإحصاء من خلال وحدة تنسيق الدعم عن طريق المصادر المعلومات مثل المجالس المحلية، مثل الشخصيات البارزة في المجتمع، مثل المراكز مثل المدارس مثلا أو المشافي وخلافه. فتقوم وحدة تنسيق الدعم حقيقة بكل تجمع سكني التواصل مع ثلاث مصادر معلومات من أجل جلب المعلومة عن تعداد السكاني في تجمع سكني معين. هذه الطريقة صراحة هي نفسها المتبعة من قبل الجهات الأممية، وفق تقرير صدر عن مركز الحوار السوري الذي يقول هناك تشابه كبير في الآلية المعتمدة من قبل وحدة تنسيق الدعم التي تقدم بيانات شهرية حول النزوح والتعداد السكاني وبين الأعداد المصرح عنها من الجهات الأممية. على الرغم من تشابه الطريقتين هناك اختلاف صراحة، لا ندري هل هناك عوائق تنفيذية أو عوائق إدارية على الأرض. يزعم البعض أن هناك أسباب ودوافع سياسية لإنقاص تعداد السكان في شمال سوريا من أجل حجب أو إنقاص المعونات عن أهلنا في سوريا ومن أجل استقطاب الدعم لدمشق. نعود للأستاذ علاء جابري. أستاذ علاء، من خلال عملك في هيئة التخطيط الاستراتيجي في الحكومة السورية المؤقتة سابقاً، ما هي التحديات اللي كنتوا تواجهوها في عملكم في 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 الهيئة في ظل غياب مؤسسة وطنية للإحصاء؟ تمام. في البداية الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى ولعودة كل المشردين، سواء كان اللي طلعوا من الأنقاض أو المشردين السوريين اللي لساتهم خارج مناطقهم. طبعا هيئة التخطيط الاستراتيجي هي معنية بوضع الاستراتيجيات القطاعية لا سواء التعليم، الصحة، الزراعة، كل القطاعات. فبالتالي اليوم وجود هيئة تخطيط مع غياب وحدة إحصاء، فبالتالي راح يكون هذه الخطط الاستراتيجية اللي ممكن تطلع هي عبارة عن يعني ما مبنية على معلومة واحدة، وإنما مبنية على عدة تجميع معلومات من عدة جهات، سواء كان المعلومات الأجنبية أو الوطنية مثل وحدة تنسيق الدعم. فكان من التحديات بداية اللي تواجهنا أنه نحن يضع على عاتقنا هو جمع هذه المعلومات والبناء عليها. هذه من جهة. من جهة أيضا دور هيئة التخطيط الاستراتيجي والمساهمة في يعني ترشيد القرار وصناعة القرار. فبغياب المعلومة والرقم فبالتالي غالبا قرارات بتكون مبنية على اجتهادات وليست مبنية على أرقام ومعلومات، وبالتالي قد نخطئ وقد نصيب. طيب استاذ علاء، الله يعطيك العافيه، يعني هذا الشيء كيف كان ينعكس على اداء المؤسسات، على المشاريع اللي كانت تبذل الحكومه المؤقته في ظل هذا التحدي؟ هلا فعليا يعني ثقافه المؤسسات سواء الحكوميه او الغير حكوميه هي مبنيه على العمل يعني بتنسيق اقل
تنسيق ليس عالي. فالأصل لو كان في تنسيق بين هذه المؤسسات مع بعض كانت المعلومة أدق، وكانت البرامج اللي عم تنبنى من خلال المؤسسات الحكومية هي بيكون مبنية على معلومة دقيقة في 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 وحدة إحصاء مركزية أو في مرجعية محددة من الحكومة. هذا أدى إلى أنه البرامج والمشاريع مبنية بالغالب على الإحصاءات والمعلومات اللي هي الجهة الداعمة اللي بتطلبها منهم. فبمعنى آخر، اليوم أي مشروع الجهة الداعمة أو الجهة اللي تطلب معلومات، فبيصير بحث لهذا البرنامج أو لهذا المشروع. هون بيصير في تضارب بين المؤسسات وبيصير تضارب بين المشاريع من حيث رفع المعلومات. بمعنى آخر، كل منظمة أو كل مؤسسة حكومية تعمل إحصاء فيما يخص المشروع المقدم أو المشروع الممنوح من الجهة الداعمة. إذا معناته نحن في عنا تحديات بالعدالة، في عنا تحديات بالهدر نتيجة تكرار هاي العمليات الإحصائية. نعود للأستاذ قاسم. أستاذ قاسم، وحدة المعلومات في وحدة تنسيق الدعم، ما هي المعلومات اللي بتقدمها للمجتمع للمؤسسات، وهي شو هي الجوانب اللي بتغطيها؟ بالنسبة لوحدة تنسيق الدعم من خلال قسم إدارة المعلومات، نعمل على جمع معلومات متعددة القطاعات بشكل إما شهري أو بشكل سنوي أو دوري. دعنا نقول من أهم، هناك معلومات عن التعداد والنزوح وحركة النازحين بشكل شهري، نقوم بإحصاء وتقييم لوضع المدارس بشكل سنوي، وأيضا هناك معلومات تصدر بشكل أسبوعي من قبل وحدة تنسيق الدعم حول الأوبئة والأمراض على مستوى الأسبوع، وهناك أيضا معلومات حول المياه والإصحاح البيئي تقوم وحدة إدارة المعلومات ووحدة تنسيق الدعم بإصداره بشكل نصف شهري. هذه أهم القطاعات أو النطاقات التي تقوم وحدة تنسيق الدعم بإصدار معلومات وبيانات عنها. طيب، هل لديكم تصور مين هي المؤسسات، مين هي الجهات اللي بتعتمد على المعلومات اللي بتقدموها؟ طبعا أستاذ علي، بالنسبة للجهات التي تعتمد على هذه المعلومات، من أهمها هو الكلاسترات التي هي في إما في تركيا في غازي عنتاب التي تهتم وتعمل على الشأن السوري بدعم الاستجابة السورية، أو الكلاسترات الموجودة في البلدان المجاورة، وهناك أيضا المنظمات الدولية والمانحين الداعمين يستخدمون هذه المعلومات من أجل التخطيط للاستجابة ومن أجل منع التكرار والتأكد من سلامة وصول الخدمات والدعم إلى الأماكن الصحيحة بشكل سريع. دعنا نقول، يعني لو ركزت هذا السؤال بشكل مفصل أكثر محليا وخارجيا، هل نسبة الاعتماد على المعلومات اللي بتصدروها حضرتكم هو أكبر أم على الأرقام الأممية؟ حقيقة أستاذ علي، سأتكلم عن كل قطاع لإبراز الصورة لكم وللسادة المشاهدين. وحدة تنسيق الدعم هي مصدر أساسي للصحة العالمية للهيلث كلاستر لقطاع الصحة من حيث معلومات الأوبئة والأمراض، كما رأينا ذلك في الكوليرا وفي الكورونا الكوفيد 19. فنحن مصدر أساسي ووحيد حول هذه المعلومات في الشمال السوري، ونقوم أيضا بإجراء اختبارات للكورونا للكوفيد 19 لأهلنا في الداخل من خلال المختبرات التابعة للوحدة. أيضا بالنسبة لقطاع المياه والإصلاح البيئي، نحن أيضا مصدر أساسي ومعتمد لدى قطاع المياه والإصلاح البيئي، حيث نقوم بإجراء تقييم لمحطات المياه لحوالي 1100 محطة بشكل نصف شهري من خلال مهندسين مختصين. أيضا بالنسبة لتقييم المدارس والحالة التعليمية، تقوم وحدة تنسيق الدعم بدور أساسي في إنتاج تقييمين حول الحالة التعليمية والمدارس بشكل سنوي، وأيضا هناك تقييمات تكون تحت إشراف كلاستر التعليم وبقيادة وتوجيه من وحدة تنسيق الدعم حول التسرب لأعداد الطلاب من المدارس. فهذه من جهة، كل هذه المعلومات في هذه القطاعات تعتمدها الجهات الأممية، حتى يعني أنا لا أتكلم فقط عن المنظمات الدولية، حتى الكلاسترات التابعة للأمم المتحدة تعتمد هذه الأرقام وبدقة، ونعمل بشكل لصيق معهم. أما لو تكلمنا عن التعداد السكاني، فهنا يتم الاعتماد على الأرقام الصادرة من الجهات الأممية. فهنا يعني سؤال صراحة يعني يبرز للجميع، لماذا هذا التناقض؟ لماذا الأعداد والإحصاءات التابعة للقطاعات معتمدة على حين التعداد السكاني يشكك به أو لا يعتمد؟ نحن منفتحين،
صراحة لكل الجهات من أجل مقاطعة المعلومات ومن أجل تزويد المعلومات، ونضع معلوماتنا متاحة للجميع على المنصات المشتركة القابلة للوصول. مشكور أستاذ قاسم، فاصل قصير ونعود إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا من جديد. أستاذ علاء، لاحظنا التضارب في المعلومات وأثره وأرقام مختلفة عم تصدر عنا، كيف هذا الشيء عم ينعكس على مؤسسات الثورة من خلال 12 سنة المرت؟ نحن إذا ذكرنا مجموعة من الأرقام ومجموعة من المؤسسات الثورة نلاحظ وشبكة الأرقام المختلفة فيما بينها، يظهر لنا يعني الانعكاس والتضارب. بمعنى آخر، لدينا أعداد المعتقلين، أعداد الشهداء، أعداد الطلاب، أعداد النازحين، المهجرين، هذه من جهة، أعداد تختلف مع مؤسسات الثورة بدءا من منظمات المجتمع المدني بشقة الإغاثي وشقة السياسي، لا انطلاقا للمؤسسات الحكومية، للائتلاف، لهيئة التفاوض. كل مؤسسة من هذه المؤسسات لديها معلومات مختلفة عن المعلومات اللي بين بعضها. لذلك هذا الانعكاس بيؤدي إلى يعني عدم وجود عدم يعني تصدير القضية السورية بأرقام ذو مصداقية أمام الجهات الداعمة، سواء كان بملف المعتقلين، سواء كان بملف الشهداء بشكل كامل. عندما توجد مؤسسة الإحصاء يساعد كل مؤسسة من خلال توزيع الأدوار المنوط فيها على أن تأخذ دور حقيقي وتأخذ أرقام حقيقية تبني عليها، سواء كان المؤسسة التنفيذية، سواء كان المؤسسة السياسية، سواء كان العملية التفاوضية. طب هذا خلينا نقول أظهر التحديات الخارجية، كيف هذا الأمر عم ينعكس على واقع 4.5 مليون أو 5.5 مليون؟ ما عندي الرقم الدقيق لهذا الموضوع، كيف عم ينعكس بحياتهم؟ هلأ فعليا يعني غياب الرقم وغياب المعلومة رح يؤدي انعكاس، لأنه ما يكون في استجابة سريعة ولا يكون في عدالة بالتوزيع وعدالة بالخدمة من جهة، وأيضا ما حيكون في برامج كبيرة خدمية أو بنية تحتية أو استجابة، يعني خاصة من نموذجا الزلزال الحاصل، الأضرار اللي ممكن تصير إذا ما كان في وحدة معلومات حقيقية، ما ممكن ينبنى عليها مشروع استجابة سريعة من الجهات الداعمة. نعود للأستاذ قاسم. أستاذ قاسم، خلال التجربة والخبرة في هذا الميدان، برأيك ما هي ما 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 الذي يعيق أن يكون لدينا مؤسسة وطنية في موضوع الإحصاء؟ حقيقة نحتاج شكل من أشكال الحوكمة الذي يضبط وينظم جميع الجهود تحت مظلة واحدة. إن وجدت الإرادة نحن قادرون صراحة على تنفيذ هكذا مؤسسة أو هكذا جسم. الأمر يحتاج فقط التنسيق على مستوى الحكومة من أجل لم ودعوة جميع الأطراف التي لديها القدرات على هذا الأمر. إحدى العوائق المهمة التي تمنع ذلك هو تشتت، دعنا نقول تشتت، المنظمات الفاعلة على الأرض وتوجهها باتجاهات مختلفة. لا تنتظم هذه الجهود إلا إذا كان هناك إطار ومنصة واحدة. تقوم الكلسترات بعمل توجيه لهذه الاستجابة، لكنه ليس بالشكل المطلوب. نحن نحتاج إلى جهة وطنية تساعد على تنظيم وضبط هذه الجهود. نحن بحاجة ماسة إليها الآن صراحة، لأنه الكروس بوردر أو ما يسمى المساعدات عبر الحدود هي مهددة كل 6 أشهر حاليا بالتوقف والانقطاع، وإذا ما توقفت صراحة نحن بحاجة ماسة إلى هذا الجسم لكي يعطي معلومات وإحصاءات إلى جميع الجهات دون أي تضاربات وبمصداقية عالية. أستاذ قاسم، هل هناك احتمالية وإمكانية لتحول وحدة المعلومات في وحدة تنسيق الدعم كونها أحد المؤسسات الوطنية لأن تكون مؤسسة إحصائية؟ وكيف؟ صراحة من أبرز أدوار وحدة تنسيق الدعم هي مناصرة المعلومة وجمعها وإدارتها. نحن دوما خلال 10 سنوات ماضية قمنا بتزويد المعلومات وتأمينها للجميع على مختلف القطاعات دون أي حجب للمعلومات، متعاونين لأقصى الدرجات. لدينا شبكة واسعة على الأرض تبلغ 700
باحث من مختلف التخصصات، منهم الأطباء والمهندسين والعمال الصحيين وعمال التوعية المدنية، مختلف التخصصات. لدينا الشبكة الواسعة على الأرض، الفريق المدرب عبر السنوات، ولدينا الخبرة المركزية الكافية والوافية في مختلف القطاعات: الصحة، التعليم، المياه والإصلاح البيئي. وأيضا تقوم وحدة تنسيق الدعم حقيقة خلال 3 سنوات ماضية باستضافة وتيسير عمل 3 منصات. هذه المنصات تدعو من خلالها عدة منظمات سورية فاعلة على الأرض في 3 مجالات، 3 مجالات أساسية: المنظمة الحقوقية السورية، ومنظمة المنصة عفوا المنصة الحقوقية السورية، ومنصة التعليم، وهناك أيضا منصة المياه والإصلاح البيئي. من خلال هذه المنصات ومن خلال التنسيق على المستوى المركزي هنا وعلى مستوى الميدان، نعتقد أننا لدينا الكفاءة من أجل تزويد المعلومات على الأقل في المرحلة المؤقتة التي قد تعقب توقف عمليات المساعدة عبر الحدود. فنحن جاهزون صراحة، ونعتقد أن لدينا القدرة ولدينا الرغبة ولدينا أيضا الحس الوطني والرغبة في التعاون مع كافة الأطراف. نعم أستاذ علاء، نعود للأستاذ علاء الجابري. برأيك ما هي الموارد المتاحة؟ الأستاذ قاسم ذكر أنه الأمر يحتاج حوكمة، ما هي الموارد المتاحة لتشكيل هذه المؤسسة؟ طبعا في البداية أنا بدي أكد على نقطتين حكاهم الأستاذ قاسم، هي حوكمة قطاع الإحصاء من جهة، والإدارة والإرادة لدى كل المؤسسات في إطلاق هذه المؤسسة. بالنسبة للموارد، إذا ردنا ننطلق من الأعلى أو من يعني الموارد الوطنية، هي موجودة لكن تحتاج إلى تكاتف. أول شيء المورد من حيث الشرعية، فمن حيث الشرعية موجود كحكومة مؤقتة، هي صاحبة الشرعية في إطلاق هكذا مؤسسة. ننتقل للموارد التقنية، موجودة وهي ضمن وحدة تنسيق الدعم، لها خبرة كافية تقنية موجودة وحاضرة. ننتقل إلى المورد البشري. المورد البشري نحسن يعني له عدة محاور أو عدة موارد بشرية، منها كوادر المؤسسات الحكومية، إلى الكوادر الدفاع المدني، إلى كوادر طلاب الجامعات وخاصة طلاب يعني الحاصلين على منح، إلى الموارد البشرية الموجودة في المنظمات المجتمع المدني. تشبيك هذه الموارد المختصة التي تعمل جزئيا كل مؤسسة لوحدها في عملية الإحصاء أو تحديد الاحتياج، يبنى عليها من خلال الحوكمة ومن خلال الإرادة لدى المؤسسات في كأحد أهم الموارد. أيضا لدينا موارد الخبرات الموجودة، سواء كان من دكاترة جامعة مختصين في الإحصاء، سواء كان من مراكز الأبحاث وتحليل البيانات، أيضا كما يعتبر من الموارد. أخيرا يوجد لدينا تقارير يعني أممية وتقارير معرفية بين أيدينا، ممكن الاستفادة منها واستثمارها من خلال هذه المؤسسة. إذا عودة، الموارد الوطنية موجودة. نهاية، حتى المورد المالي هو موجود جزئيا من خلال كل مؤسسة في الجزء الإحصائي والاستجابة أو الخاصة في هذه المؤسسة أو هذه المنظمة. إذا خصصنا جزء من هذه الموارد المالية في المؤسسة الوطنية، ممكن أن ننطلق بداية من نواة من يعني مسح جزئي للإحصاء، وثم يستفيد منها كل المؤسسات، سواء كان المجتمع المدني، سواء الحكومية، سواء بشكل عام. في ظل هذه الموارد أستاذ علاء، في ظل هذه الموارد، هل هناك وسائل إبداعية في ظل واقعنا في المناطق المحررة للاستفادة من هذه الموارد وإطلاق مؤسسة وطنية تعلن عن إحصاء شامل في المناطق المحررة وإحصاء وفق العينة؟ راح يعني اذكر لك خلينا قصه فيما يخص التجربه الابداعيه في الحكومه المؤقته. تم تشكيل لجان مهجرين خلال دقيقه. نعم تمام. خلال لجنه المهاجرين، لجان بغض النظر عن اليه تشكيلها وكيف ممكن تشكيلها، لكن لجان المهجرين ممكن ان تكون هي نواه للجهه، اللجان التي تساعد في مسح واحصاء كل المجتمع المحيط فيها. بمعنى اخر، مهجرين درعا تستطيع في تدريب بسيط يستطيع ان يمسح كل معظم اهل درعا وهكذا. فبالتالي هذه احد الوسائل ايضا، او هي احد النقاط ايضا. اليوم الطلاب
في تقريبا اكثر من 20,000 طالب من خلال اتحاد طلاب، من خلال مؤسسات الدفاع المدني، ممكن تشكيل لجان خاصه في عمليه الاحصاء وتدريبهم. والان ايضا الان الوسائل التكنولوجيا تطورت، ضمن برامج محدده ممكن نصل بدايه لاحصاء جزئي، ولكن حتى الاحصاء الشامل ممكن الوصول له اذا تضافرت الجهود ونوضع يعني ادوات ابداعيه واتفق عليها المؤسسات، نستطيع بإذن الله تحقيق هذه الخطوة. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر المهندس علاء الجابري والمهندس قاسم شوبك، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم، على أمل اللقاء في حلقة جديدة. هذا علي حلاق يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.